صباح الخير لجميع المتابعين ومتابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء حارة في عموم المناطق، تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تكون الأجواء غالبا صافية، 39 درجة مئوية، الملموسة 36، رطوبة منخفضة، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون مقبول. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء حارة نسبيا ومستقرة في عموم هذه المناطق، درجات الحرارة تكون حول 35 درجة مئوية في عموم هذه المدن، أما الصغرى تكون ما بين 23 و25 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس صافي 40 إلى 27، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة 39 إلى 26، والطائف زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في أبها 26 إلى 16، الباحة 25 إلى 15، وجازان طقس غائم جزئي 36 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 27، حفر الباطن 39 إلى 25، والإحساء طقس حار 43 إلى 24 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 39 إلى 26، بريدة 37 إلى 22، وحائل 34 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.